بلاتي واش ماشي انا بعدا محتاجه لطبيب نفسي؟ هذا هو السوجي ديال اليوم. في السنوات الاخيره ولينا كنسمعوا بزاف ديال الحالات ديال الامراض النفسيه، الاضطرابات النفسيه والاكتئاب وبعض المرات الانتحار كاع، وهذا الشيء في محيطنا القريب. وغالبا كنتفاجئوا فاش كنسمعوا هذا النوع ديال الاخبار، فكانوا كنتسائلوا شنو كاع يكون كنوصلوا مسكين لهاد الحاله، كاع ما كانت باينه عليه. تعاملنا مع المرض النفسي ولا الاضطراب النفسي كيكون هو واحد بحال واحد الحاجه مستبعده بزاف، كتجي لواحد النسبه قليله بزاف من الناس، فكنستغربوا وكنتفاجئوا فاش المصاب كيكون هو واحد الشخص قريب لينا. وهذا الاستبعاد كيجعلنا اخر حاجه نردوا لها البال ونفكروا فيها هي واش حنا ديجا اسوياء نفسيا. في طب النفس كاينه واحد الحاجه سميتها اركان الصحه النفسيه، حاجه هكا دايره بحال ربعه ديال السوايع ديال واحد الدار، الا وحده فيهم نقصات او لا رابط كتريب الصحه وكتريب السلامه النفسيه. من ضمن الافكار انك تكون كتفكر بالطريقه المنطقيه والسليمه والبسيطه اللي خلقنا الله عليها، انك تكون كتعرف البدايه والنهايه تكون لها جمله وسلوك. من ضمن المشاعر انك تكون كتفعل وكتستجيب بقلبك وبوجدانك الاحداث اللي دايرين بك بطريقه مقبوله ومنطقيه، كتفرح بنجاح كتحزن شي حد كيمرض وعزيز عليك، كتضحك بطريقه مقبوله وماشي هستيريه، كتحزن على فقدان شي حد وماشي كتكتئب. العمل انك تكون واحد الانسان قادر يخدم في الدار، في الزنقه، بفلوس، عمل تطوعي، المهم تكون انسان قادر ينتج خدمه، فلوس او لا طاقه. اجتماعي كيخصك تكون انسان مشارك في المجتمع، كتمشي الافراح، كتمشي الاقراح، عندك صحاب، عندك جيران، عندك محبين، عندك كارهين، عندك شبكه اجتماعيه. اي واخا عرفنا اركان الصحه النفسيه، ولكن خليني نقول لك بلي انا واحد الانسان كيخصني الناس بكري، يكون ما كنمشيش الاعراس، ما عنديش بزاف ديال الصحاب، اولا ما عنديش كاع الصحاب، ما كنرتاحش مع الناس الاخرين، وفي نفس الوقت راني معتزله نفسيا الحمد لله بشهاده نفسي وبشهاده الناس اللي دايرين بيا. هنا خصنا ندويو على واحد الحاجه سميتها علامات الصحه النفسيه، 10 ديال العلامات مباشره تشخيصيه، ظهور وحده منهم كتدعي زياره مباشره وفوريه لطبيب نفسي كما كيوصوا به الخبراء. اضطراب الاكل والنوم، ما كتاكلش ما كتنعش، كتاكل بزاف كتنعس بزاف، وهذا الشيء بطريقه مستمره وبدون مناسبه، هذه علامة. ما كتركزش توجور ديكونيكتي، الناس كيوجهوا لك الهضره ما عرفتش شنو يقولوا، كيهضروا معك فشخ كتجاوب في الغرب، وهذا الشيء بطريقه مستمره، هذه علامة. دائما كتحس وكتشكى انك مريض، ضرك راسك، يديك، رجليك، عينيك، وجهك، ما عرفتش اش بيك، كتمشي للاطباء كيشخصوا حالك كيقول لك ما عندك والو، هذا الشيء بطريقه مستمره وبدون مناسبه، هذه علامة. الانعزال المبالغ فيه، دائما انت ما كاينش، دائما معتذر على العراسة الاحباب، على الخروجات الصحاب، على الاعراضات، دائما ما كاينش بسبب مباشر او لا بدون سبب، وانت بنفسك ما عرفتش شنو هو السبب، هذه علامة. لا مبالاة او لا الزهد المبالغ فيه، ما عندك مشكل في حتى حاجه، ما عندكش مشكل يوبخك مديرك، ما عندكش مشكل يخرجك من الخدمه، ما عندكش مشكل يخليك صاحبك كتسنى ثلاثه ديال السوايع، ما عندكش مشكل انك تخرج وتعرض راسك للخطر، هذه علامة. يأس الإحباط بطريقة مستمرة، دائما الحياة خايبة، دائما أنا ما عندي زهر، دائما أنا ما عنديش نوصل، دائما الناس حسن مني، دائما صورتي في عين نفسي كحلة، هذه علامة. تخيلات وسيناريوهات سلبية الأحداث ما كيناش، كاينة غير في عقلك، كدور في عقلك غير أنت بطريقة مستمرة ما قادرش تهرب منها، هذه علامة. إدمان عادة خايبة، كنكمي، كنشرب، كنكيد للناس، كنتمنى الشر للناس بطريقة مستمرة وبدون سبب، هذه علامة. الهلوسه، كنشوف وكنسمع حاجات ما كيسمعوهاش الناس وما كيشوفوهاش، هذه علامه. دو طون زون طون كتجيني خطط وحيال في راسي انني نأذي نفسي او نأذي الناس، هذه علامه. كانوا هادو هما 10 ديال الروائز المعتمده عند اطباء النفس باش يشخصوا واش الحاله مبدئيا هي سويه نفسيا او لا، وكانوا هما 10 ديال العلامات المباشره يقدر اي واحد منا يتسائل مع نفسه ويعرف شنو كاين. اللي بغيت نقوله انه انسان غير سوي نفسيا ماشي لابد هو واحد الانسان كنشوفه في الزنقه كيمشي حفيان ولا كيضرب الناس اولا كيحيد حوايجو. مثلا الصحه النفسيه كتمشي من حوايج بساط بزاف، واي واحد منا دابا يقدر يكون غير سوي نفسيا الا خلى على نفسه كتطور هذيك الحاله لحاله كبيره كنفقدوا معها السيطره. فوالا سي تو بور لو سوجي ديال اليوم، ميرسي بوكو بور لو طون كو ماكورديا شاك فوا، اي لا بروشين.